أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. في تصريح للناشط أحمد الغلوفي لإذاعة ديوان اليوم أن رئيس الدولة قيس سعيد ليس له أي مستوى، وذلك بأنه عاجز على محاورة أي شخص، لا وزير ولا سفير وغيرهم، وأضاف أنه سيعمل على إسقاطه حسب قوله، وأكد أنه سيقف ضد نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في الحكم، سيقف ضده هو ومن معه حتى ولو كان عددهم 4، وأشار إلى أنه ساند سعيد في الانتخاب ولكنه لم يحصل على شيء، في إشارة إلى منصب أو مسؤولية. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.